معي من أبو ظبي العميد خالد النسي المحلل العسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذن هناك انفلات في جبهة تعز، هناك انشقاقات ودعم، يعني حتى تسريب معلومات لقوات الشرعية تمهد لهم السيطرة على بعض مواقع، 4 كيلومترات تفصل قوات عن مركز حيص أيضا. لو ممكن أن نلخص آخر تطورات هذا التقدم وماذا يقول لنا الفترة القريبة المقبلة فيما يتعلق بحسم المعركة؟ مساء الخير استاذ ميسون. اهلا وسهلا. بالنسبه لل يعني للتطورات الحاصله خاصه في جبهه تعز وبالمدينه تعز بالتحديد، انه لاحظنا من الخميس الماضي وحتى اليوم انه في انتصارات طبعا بتنسيق مع التحالف، وهناك انتصارات، لكن الجديد طبعا احنا لاحظنا حتى قبل كذا يوم في جبهه الساحل الغربي انه كثير من القيادات الحوثيه اللي كانت مواليه للحوثيين او حتى المقاتلين انضموا الى الشرعي. طبعا الجيش الوطني لا ينقص المقاتلين، ولكن ينقص هو انه معلومات دقيقه لما عند الانشقاق هذه القوات من الحوثيين، يعني طبعا بكل تاكيد بيفيدون بالنسبه للمعلومات الاستخباراتيه، يعني حول مواقع الاسلحه ومواقع الصواريخ، حول تواجد القيادات وين مراكز السيطره، وين مراكز يعني تواجد قيادات الصف الاول والثاني. فهنا يعني بيفيدوا من جانب معلوماتي، وهنا طبعا بحاجه لها يعني التحالف في التعامل، بحيث انه يعني يكون هناك في تعامل دقيق من قبل الطيران او حتى مدفعيه، او كيف يتم استهدافها بتجنب المواطنين ولا والمشاكل المدنيه. يعني حتى معنويا ومن ناحيه الالتزام فيما يتعلق بالحوثيين ايضا سياده العميد، يعني غير بانه قوات شرعيه لا تحتاج الى مقاتلين جدد، ولكن إلى أي درجة هذا يعد من المؤشرات الانتهاء ودحر الحوثيين، انتهاء الحوثيين على الأرض؟ موضوع الانشقاقات، انشقاقات قياديين. طبعا احنا اكدنا اكثر من مره انه بالنسبه للمناطق الوسط، مناطق الوسط اللي هي مثل الحديده وتعز اب او حتى الاطراف الشرقيه، يعني انه لا توجد هناك حاضنه للحوثيين، ربما كانت هناك حاضنه او عناصر من هذه المناطق يعني كانوا منضمين تحت الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح. فعندما انتهت الشراكه ما بينهم الحوثيين فقدوا هذه المناطق فعليا، فقدوا، واحنا نتابع ونتواصل فعليا مع كثير من القياده، مع كثير من القلة اللي كانت تربطنا بهم علاقات، انه لا توجد هناك حاضنه فعليه للحوثيين في هذه المناطق. ومن الاساس الحوثي رقم صغير جدا في اليمن سياده العميد، صحيح؟ يعني نتحدث عن 5% تقريبا. انا بالنسبه للحوثي ربما صنعاء وشمال صنعاء اللي هو عمران وصعدة فقط هناك، وبعدين ليس كل هذه المناطق، ولكن ربما زي ما تفضلتي انه نسبه معقوله، انه لا يعني انا اتكلم عن العقائديين، اما هذا اللي يجيشون بنتيجه يعني التعبئه او نتيجه استغلال الظروف الماديه، هذا لا 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 نعدهم حوثي، لانه في لحظه ممكن ينقلبوا عنا، لكن العقائديين مثل ما تفضلتي لن يتجاوزوا، نراهن الكلام هذا ومسؤول عنهم، لن يتجاوزوا 5% فعليا، ولن يأثروا مقارنة بالجيش الوطني، مقارنة بالمقاومة، مقارنة بما تقدمه قوات التحالف من دعم. بعدة جبهات هي فيها قوات شرعية اليوم بدعم من التحالف، طبعا صعدة، الجوف، تعز، الحديدة، هذا من ضمن التكتيك العسكري الذي يساعد أيضا في تشتت الميليشيا الحوثي سيادة العميد؟ فعلا طبعا احنا عندنا لا تنقصنا بالنسبة للمقاتلين، تقريبا انه يعني الجيش الوطني مع المقاومة يعني بالنسبه لعدد المقاتلين يمكن 10 اكثر من 10 اضعاف المقاتلين اللي موجودين مع الحوثي، واحنا ايضا عندنا دعم مطلق من قبل التحالف بالنسبه للدعم اللوجستي، بالنسبه للتفوق الجوي، بالنسبه للسلاح، بالنسبه للعربات، بالنسبه للغذاء، بالنسبه لكل الدعم الذي يساعد القوات في تنفيذ. اذا لا تنقصنا بالنسبه للمقاتلين، ولا ينقصنا ايضا دعم ولا تسليح. عندنا اكثر من 20 عندنا اكثر من 20 جبهه ممكن ان نفعلها في ان واحد، وسوف نشغلها بهذه الخطه، بهذه الامكانيات، بالطريقه انه عندما تشغلها في اكثر من جهه، لانه زي ما تفضلتي هو لا يستطيع ان يغطي كل الجبهات، عندنا اكثر من 20 جبهه في اكثر من 10 محافظات، فاذا فعلت في ان واحد سوف تشتتها بكل تاكيد. يعني بمقابل هذه الانشقاقات ايضا سياده العميد، وثمه من يربطه مباشره بما يحدث فيما يتعلق بتراجع الحوثيين امس عن تهديدات باعدام مئات المعتقلين العسكريين كانوا من طرف علي عبد الله صالح، شرط انخراط بميليشيات الحوثي، كيف تتابعون هذا الموضوع؟ كيف سيلقي بظلاله على العمليات العسكرية؟
احنا نتابع يعني بالنسبه ما خاصه صنعاء العاصمه، يعني صنعاء وهم الان متواجدين في صنعاء عندهم تقريبا يعني قناعة ذاتي انهم لابد ما يخسروها، وعما قريب يخسروها، لان نتابعهم الان يسحبوا كثير من قطع الاسلحه وخاصه المتوسطه والثقيله باتجاه صعده المعقولهم الاخيري. نعم. بالنسبه لدي. فهم عندهم يعني بهذه التصرفات، يعني عندما الواحد يتابعها ويحللها انه عندهم يعني هكذا وصول الى قناعه انه لابد ما يخسروا تعز ولابد ما يعني يخسروا صنعاء، ورهانهم الاخير هو صعده، وبداوا فعليا من هذه اللحظه. اذا عندما يفقدوا بهذا الجانب، وعندما مثلا يجيشوا الاطفال، عندما يجيشوا وصولوا الى النساء، يقولوا النساء والمراه بشكل عام هي لها ما كانت، ولكن خاصه في مجتمع زي المجتمع اليمني لها مكانتها الخاصة جدا يعني. فعندما يوصل إلى النساء والأطفال فبكل تأكيد أنه هذا دلالة على أنه خسروا الكثير يعني. أنا أشكرك جزيلا من أبوظبي سيادة العميد خالد نسي المحلل العسكري.